قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كيف نحقق الغاية من الوجود؟ كيف نعبد الله عز وجل؟ الدين والحياة، برنامج نتناول فيه قضايا تطيب بها الحياة وتسعد بها النفوس وتتحقق بها الغاية من الوجود. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الأحد عند الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل. إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم الدين والحياة، والتي تأتيكم عبر أثير إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة. نحييكم ونرحب بكم في مطلع هذا اللقاء، وفي هذه الحلقة يسعد بصحبتكم من الإعداد والتقديم محدثكم عبد الله الداني، وينفذ هذه الحلقة على الهواء زميلي مصطفى الصحفي. كما يسرني أن أرحب في بدء هذا اللقاء بضيفي وضيفكم الدائم في هذا البرنامج الأسبوعي، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة في جامعة القصيم، المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في منطقة القصيم. فالسلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم يا شيخ خالد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك، حياك الله عبد الله، حيا الله الأخوة والأخوات. مرحبا بكم وأهلا، وأهلا بكل المستمعين والمستمعات الذين يستمعون إلينا الآن عبر الأثير إلى هذا البرنامج المباشر، برنامج الدين والحياة. ونود بإبلاغهم وتنويه بأنه يمكنهم أن يتواصلوا معنا في هذه الحلقة بالاتصال على الرقم 012-64-7-7-1-1-7 و012-64-9-30-28، والإرسال رسالة نصية على الرقم 05-82-82-40-40، أو بالمشاركة في التغريد الهاشتاج المخصص للبرنامج الدين والحياة على تويتر. مستمعينا الكرام، حديثنا في هذه الحلقة عن قبول الأعمال، هذا هو الحديث الذي سيدور حوله النقاش في هذه الحلقة، فأهلا وسهلا بكل المستمعين والمستمعات. الدين والحياة، الدين والحياة، برنامج يناقش النوازل والمستجدات العصرية في القضايا القرآنية والفقهية والعقدية والأسرية وكل ما يتعلق بالأمور الشرعية. الدين والحياة برنامج أسبوعي مع فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح، يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الأحد عند الثانية ظهرا، ويعاد عند الثانية عشر منتصف الليل. إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج. حياكم الله من جديد مستمعين الكرام في بداية هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم الدين والحياة، حديثنا عن قبول الأعمال. مستمعين الكرام، إن المسلم يعمل العمل راجيا من الله القبول، وإذا قبل العمل من الإنسان فهذا دليل أن العمل وقع صحيحا على الوجه الذي يحب الله تبارك وتعالى. قال الفضيل بن عياض: إن الله لا يقبل من العمل إلا أخلصه وأصوبه، فأخلصه ما كان لله خالصا، وأصوبه ما كان على السنة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أنه لا يقبل من العمل إلا أو لا يقبل العمل إلا من المتقين، قال سبحانه وتعالى في سورة المائدة: إنما يتقبل الله
من المتقين. حديثنا مستمعين الكرام في هذه الحلقة عن قبول الأعمال، ونحيي من جديد بضيفنا وضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح. حياك الله الشيخ خالد. في البداية، كيف يمكن للإنسان المسلم أن يعرف أن عمله قد قبل وأن الجهد الذي قام به قد آتى ثمرة، خاصة وأننا نعيش هذه الأيام التي تعقب أداء كثير من الناس لمناسك الحج؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا أخي عبد الله، وحيا الله الأخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بكم، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من الموفقين المسددين المقبولين. أمين. فالفوز في قبول المنان جل في علاه، وقد قال سبحانه: إنما يتقبل الله من المتقين. حديثنا في هذه الساعة ليس عن الحجاج فحسب، بل عن كل العمال الذين يعملون في هذه الدنيا لمرضات الله عز وجل، سواء كان ذلك في حج أو في صوم أو في صلاة أو في زكاة أو في بر الوالدين أو في أداء الأمانة أو النصح للأمة أو غير ذلك من أوجه أعمال البر والصنوف في الطاعات. أخي الكريم، أختي الكريمة، لا شك أن العمل مهما كان، سواء كان عملا دينيا أو عملا دنيويا، عملا يبتغي بالإنسان الأجر في الآخرة، أو عملا مما يصلح به معاشه مما يتعلق بأمر الدنيا، جميع الأعمال يكتنفها أحوال. هذه الأعمال على اختلافها تمر بثلاثة مراحل. نحن لن نتحدث عن الأعمال المتعلقة بشؤون الإنسان الدنيوية، فهذه أعمال وإن كانت ذات بال ومهمة، إلا أن حديثنا فيما يتعلق بالعمل الصالح على وجه التحديد، حتى نعرف أن مقصودنا بالعمل الذي نتحدث عنه أحوال الإنسان فيه هو فيما يتعلق بأعمال الطاعات وصالح الأعمال، وغيرها من الأعمال تجري على هذا النحو. لكن لما نتكلم عن الأعمال الصالحة فنحن نتكلم عن ذروة الأعمال وأفضلها وأنفعها وأبقاها أثرا وأعظمها عاقبة في 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 ما يتعلق ب سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، وبقية الأعمال تجري على هذا النحو. الإنسان في كل عمل يقبل عليه له فيه ثلاثة أحوال، أو في كل عمل يدخل فيه له فيه ثلاثة أحوال: حال قبل العمل، وحال أثناء العمل، وحال بعد العمل. وهذا لنستحضره في كل أعمالنا. على سبيل المثال، نحن نستقبل صلاة العصر، وعندما تأتي نصليها، ثم بعدها نفرغ منها كما هو حالنا في صلاة الظهر، استقبلناها وفعلناها، والآن هي وراء ظهورنا قد مضت وانقضت، أسأل الله القبول. وكذلك قس على هذا جميع ما يكون من الأعمال الصالحة، تم استقبال لهذه الأعمال، هذه الحالة الأولى، مباشرة لهذه الأعمال هذه الحالة الثانية، فراغ منها وانقضاء هذه الأعمال هذه الحالة الثالثة. عندما ننظر إلى هذه الأحوال الثلاثة نجد أن الشريعة المطهرة احتفت بالعمل الصالح حفاوة بالغة لإتقانه، فإن الله تعالى قد بيّن لنا في غاية الوجود والمقصود من الخلق أن المقصود عبادته جل في علاه، فقال تعالى: يا أيها الناس، فقال تعالى: وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. ولأن هذا هو الهدف، كان أول نداء في القرآن وأول أمر صريح في كتاب الله عز وجل هو الأمر بعبادته وحده لا شريك له، الأمر بتوحيده. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم بيّن أنه هذه العبادة المطلوبة التي من أجلها خلق الناس ليست هي مجرد العمل على أي صورة وكيفما اتفق، بل هو عمل ينبغي أن يكون
على أحسن ما يمكن الإنسان من الإتقان. ولذلك يقول الله جل وعلا في محكم كتابه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأحسن أفعل من صيغ من أفعال من صيغ التفعيل التي التفضيل التي تدل على المفاضلة بين عمل وآخر وبين بين الأشياء. فقوله أحسن أي السابق في الحسن، المتقدم على غيره في الإتقان. ولهذا احتاطت الشريعة في أمرها ونهيها لإتقان العمل في كل أحواله، في استقباله وفي مباشرته وفي الفراغ منه والانتهاء. ففي الاستقبال كانت الشريعة في غاية العناية بأن تتهيأ القلوب لهذه الأعمال، أولا بصالح النوايا وسليم المقاصد، فالنية الصالحة والقصد الحسن مما يدرك به الإنسان أجرا عظيما حتى ولو لم يوجد العمل. بل الأمر أبعد من هذا، فإنه لو أراد الإنسان عملا وقصده ولم يتمكن من فعله، فإن الله تعالى يكتبه له كاملا موفورا. قال الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدون المؤمنون، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدين، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. هذه الآية الكريمة ذكرت عدم المساواة بين من بذل نفسه وماله وجاهد في سبيل الله وبين من جلس ولم يتقدم بشيء. فقال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. فالله عز وجل استثنى من القاعدين العاجزين الذين لا يستطيعون العمل، فقال غير أولي الضرر، فجعل العاجز في مرتبة المجاهد بماله ونفسه إذا كان الذي حبسه عن العمل بذلك عجزه وضرره الذي حال بينه وبين أداء العمل. وهذا يبين لنا أن النية والقصد في غاية الضرورة لأن يعتني به الإنسان ليبلغ من المراتب ما لا يبلغه عمله. فكم من المراتب يبلغها الإنسان بنيته ما لا يبلغه عمله. فإن الإنسان إذا هم بالحسنة كتبها الله تعالى حسنة كاملة ولو لم يعملها الإنسان، وهذا من فضل الرحمن وكريم عطائه وبره بأوليائه وعباده، أن الهم بالحسنة مما يكتبه الله تعالى عنده حسنة كاملة. حسنة كاملة معناه أنها حسنة وافية الأجر ثابتة، لا يعتريها خلل ولا نقص. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة، هم يعني عزم بقلبه ونوى بفؤاده وأراد العمل لصالح من الصالحات لكن لم يعملها، هم ولم يعملها، إما لم يعملها له حالان، إما أن يكون عاجزا، فهذا قد تقدم قبل قليل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فهذا له الحسنة كاملة، له أجر الهم وأجر العمل لأنه عاجز عنه. لكن لو تركها بدون أن يقصد، عفوا بدون عذر، تركها من غير مانع، فهذا فاز بحسنة كاملة ولو لم يعملها، فضل الله وعطاؤه وبره وإحسانه جل في علاه. هذا
يبين لنا أهمية حسن القصد، أهمية سلامة النية، أهمية العزائم الصادقة، النيات الراشدة، وما تؤثره على الإنسان في ما يستقبل من الأعمال وما يحصله من الأجور. وكذلك ما ينبغي أن يعتنى به ويفهم أن العمل الصالح قبل وجوده يؤجر الإنسان على تهيئه له واستعداده بصالح المقاصد والأعمال. ولهذا جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سليم مسلم من حديث أبي هريرة، أنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله تعالى به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. هذا الحديث الشريف يبين عظيم الأجر الحاصل للإنسان بالعمل قبل حصوله، فإسباغ الوضوء عبادة لكنها مقدمة الصلاة. كثرة الخطى أي بعد المسافة وكثرة ترداد الإنسان على المساجد ذهابا وإيابا مما يجري الله تعالى به على الإنسان أجرا عظيما. انتظار الصلاة هذا قبل فعل العبادة، انتظار الصلاة بعد الصلاة كله مما يكفر الله تعالى به الخطايا ويرفع الدرجات. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وفي صحيح مسلم أن قوما كانت دارهم نائية عن المسجد فأرادوا أن يبيعوها بيوتهم ويقتربوا من المسجد. قال جابر رضي الله تعالى عنه وهو من أهل هؤلاء الدور، قال: أردنا، كانت ديارنا نائية عن المسجد فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقترب من المسجد، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن لكم بكل خطوة درجة، إن لكم بكل خطوة درجة. هذا قبل العمل، ونحن الآن نتكلم عن حال الإنسان قبل عمله، قبل العمل الصالح. وهذا مثال في الصلاة، ولك أن تجريه في كل الأعمال الصالحة، لها مقدمات أهمها وأصلها، والمشترك فيها هو النية الصالحة والعزيمة على الرشد والهم بالحسنة. ثم بعد ذلك الأعمال تختلف في مقدماتها، وهذا نموذج من النماذج. إذن قبل العمل الصالح هناك مرحلة التهيؤ، مرحلة اشتغال بأسباب ومقدمات العمل الصالح، وهي مما ينبغي أن يعتني به الإنسان، لأن لها تأثيرا في إتقان العبادة، لأن لها تأثيرا في الحالة الثانية وهي حال المباشرة للعبادات. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم بين الأركان ما يكون من صالح الأعمال. ففي الصلاة يقول كما في الصحيحين من حديث عبد الله المغفل: بين كل أذانين صلاة. وفي الصوم قال صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا، وذلك تمهيدا وتوطئة لصيام الفرض، صيام رمضان. وكذلك فيما يتعلق بالحج يحرم الإنسان من الميقات أو من حيث أنشأ تهيئا للعبادة و تمرينا للنفس على حرماتها، حتى إذا جاء وقت الفعل الطاعات كانت النفوس قد تهيأت. هكذا هي العبادات، هي الحالة في حال فيما يتعلق والأعمال في حالها الأولى، الحالة التي تكون بين يدي العبادة. أما الحالة الثانية من أحوال العمال هي حال مباشرة العبادة، وهنا ينبغي له أن يلاحظ أن عمله لن يكون مقبولا إلا إذا توفر فيه وصفان، وهذا في كل العبادات على اختلافها وتنوعها. الأول أن يكون لله خالصا، وقد أكد الله تعالى هذا في الأعمال الصالحة على اختلافها، أن يكون الإنسان مستحضرا في قلبه النية الصالحة لعمله، يعني يقصد الله جل وعلا بعمله لا يقصد سواه. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فقال يا رسول الله الرجل يقاتل يبتغي الأجر والذكر، يبتغي الأجر من الله عز وجل والذكر أي الثناء الحسن من الناس على ما كان من صالح عمله ومن جهاده وقتاله في سبيل الله. فقال النبي ما له؟ قال يا رسول الله ما له، يعني أي شيء إلا إذا قصد هذا وذاك. قال لا شيء له. أعاد الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم السؤال، قال يا رسول الله الرجل يقاتل وهذا من أنفس وأصعب الأعمال وأعلاها ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله، تضحية بالنفس والنفيس. بالتأكيد ما له، يقاتل يبتغي الأجر والذكر، يعني هو يريد الأجر، فالله حاضر في قصده وإرادته، لكنه مع هذا يعني يريد الثناء من الناس، شجاع بطل مقدام مغوار وما إلى ذلك مما هو من حظوظ النفس. قال لا شيء له. عاد مرة ثالثة فقال يا رسول الله الرجل يقاتل يبتغي الأجر والذكر ما له؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له، إنما تقبل الله من العمل ما كان خالصا وابتغي به وجهه. هذه القاعدة ينبغي أن تكون حاضرة لدى العمال في أعمالهم وأثناء مباشرتهم، قبل وأثناء المباشرة، أن تكون النوايا والمقاصد صالحة، فلا يبتغوا بأعمالهم شيئا من الدنيا، إنما يبتغوا بذلك، إنما يبتغون بذلك الثواب والأجر من الله. وثق تماما أيها المستمع والمستمع الكرام الكرام والكريمات، ثقوا تماما إن كل عامل يكون غرضه وقصده الله سيبلغه الله كل المقاصد الأخرى. وهذا من العجائب، إنه الذي يقصد ثناء الناس بالعمل الصالح لن ينال ثناء، لن ينال الأجر، وثناء الناس لن يبقى حتى لو أثنوا عليه، ستنكشف له من الأحوال ما يزول به عنه الثناء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى رأى الله به، وهذا الحديث في غاية التخويف، إنه كل من رأى في عمله فإن الله تعالى سيجزيه بهذه المراءات أن يرائي به فيكشف من ستره ويظهر من نقصه وقصوره وخلله ما يكون مذهبا لكل ما يؤمله من ثناء ومدح. من رأى أي يعني شيخ خالد أنه عمل العمل ليراه الناس؟ طبعا من رأى أي من عمل عملا حتى يراه الناس ويمدحوه عليه، طبعا يراه الناس ليس للاقتداء مثلا، لأنه قد يظهر الإنسان العمل لأجل المقصد صحيح من أن يقتدي به أحد أو يكون سنة في الإسلام سنة حسنة، هذا ليس هو المقصود، إنما المقصود من 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 رأى ليدرك بهذه المراءة ثناء الناس ومدحهم والمكانة في قلوبهم. رأى الله به أي أظهر الله من حاله ومن قصوره ونقصه يكون مذهبا لعمله. بهذا أقول أحسن قصدك في كل عباداتك، في صلاتك، في زكاتك، في صدقتك، في صومك، في حجك، في برك لوالديك، في صلتك لأرحامك، في كل الأعمال التي تباشرها، ليكن همك أن يرضى الله عنك، ليكن همك أن تبلغ ما يحبه الله تعالى من صالح العمل، أن تبتغي بذلك وجه الله. هذا مما ينبغي أن يراعي الإنسان في الحالة الثانية التي تتحدث عنها، وهي حال مباشرة الإنسان للعمل الصالح. جميل. وكذلك إضافة إلى حسن القصد وسلامة الغرض، ينبغي له أن يعتني بمتابعة السنة، بمتابعة سيد الورى الذي متابعته مفتاح كل الخير وسبب مضاعفة الأجور وكثرتها وصحة العمل. فإن الله تعالى قد قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقد فسر أهل العلم ذلك بحسن القصد، صحة النية واتباع السنة. فبصحة النية واتباع السنة يتقن الإنسان العمل. أيضا مما يحتاجه الإنسان في أثناء العمل وأيضا بعد العمل، أن يحمد الله على ما يسره الله تعالى له من صالح العمل، فإن التوفيق لصالح العمل اصطفاء. أخي عبد الله، أيها الأخوة والأخوات، التوفيق للصالح من الأعمال هو منه من الرحمن.
هذا ينبغي أن يكون حاضرا، ولأن هذا نحتاجه في أثناء العمل وبعد العمل كما سيأتينا في الحالة الثالثة. نعم الشيخ خالد، العمل الصالح هو توفيق من رب العالمين، فأحمد الله على ذلك. إذن في هذه الحال، الحالة الثانية، حال مباشرة العمل، نحتاج إلى هذين الملحظين، أن يكون أن تكون أعمالنا لله خالصة، وأن تكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، والذي كان يقول صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، والذي جعله الله تعالى مبينا للقرآن والذكر الذي أنزله جل في علاه. فإن الله عز وجل كلف رسوله صلى الله عليه وسلم ببيان ما أنزله من الذكر الحكيم ليتضح للناس كيف يحقق عبادة الله عز وجل على الوجه الذي يرضاه جل وعلا. وقد قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالقرآن الكريم بيانه في هدي سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك لا بد من العمل بهادية، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لأنه هو الذي كلف ببيان القرآن وإيضاحه. صلى الله عليكم. هاتان هذان أمران لا بد من ملاحظتهما في أثناء العمل. وقد أشار إليهما قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. الشيخ خالد، أنا نتحدث عن الحالة الثالثة التي تعقب العمل، حال الإنسان المسلم بعد فراغه من العمل، لكن بعد أن نأخذ الاتصالات، وقبل الاتصالات نذكر بأرقام التواصل في برنامج الدين والحياة. الرقم الأول 012-647-7117، والرقم الثاني 012-649-3028. الرقم المخصص لاستقبال الرسائل النصية عبر الواتساب هو 0582-82-40-40، ويمكنكم كذلك مستمعين الكرام المشاركة بالتغريد في الهاشتاج المخصص لبرنامج الدين والحياة على تويتر. حديثنا متواصل عن قبول الأعمال مع فضيلة الشيخ الدكتور خالد المصلح. نأخذ الاتصالات المستمعين، وأول اتصال معنا من المستمع عبد العزيز الشريف من الرياض. تفضل عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله سيد عبد الله، كيف حالك؟ أهلا وسهلا، حياك الله. أحييك وحيي فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا. بالنسبة لقبول العمل، قبول العمل مفروغ منه من الله سبحانه وتعالى. عمر رضي الله عنه يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. يعني عمر رضي الله عنه يتأول أن الله عز وجل يستجيب الدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. فالدعاء هو الأهم، الإنسان يحرص على العمل. أما قضية القبول فهي أيضا إلى الله سبحانه وتعالى، وهي مفروغ منه، والله يتقبل من عباده. كثير من الناس للأسف يهتم بالقبول حتى بلغ به الحد الوساوس والهواجس، تجده يعيد الوضوء أكثر من مرة، يعيد الصلاة أكثر من مرة، يقول ما تقبلت، يمكن فيها عطل كذا. كيف يوازن بين هذه الأمور؟ كيف الإنسان يؤدي العمل؟ ولماذا يهتم أيضا هو بالقبول؟ يهتم بالقبول حتى تجده للأسف يضيع كثير من العبادات، يضيع كثير من الطاعات. أيضا على الإنسان أن يهتم بالعمل القليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الدعاء والعبادة والطاعة كلها مقبولة. رجل صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتح فقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، قال عجبت لها فتحت لها باب السماء. فعلى الشيخ بارك الله فيه أن ينبه الناس إلى أن القبول بيد الله، وأن لا يسترسلوا في هذا الأمر حتى يبلغ بهم حد الوساوس. جزاكم الله كل خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا عبد العزيز. أحمد الزهراني من المدينة، تفضل يا أحمد. أحمد نعم تفضل، أنت على الهواء، تفضل. شكرا لك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، اسمعك الشيخ، تفضل أخي أحمد. طيب مساء الخير شيخ، أنا أقول معلش أنا دخلت على البرنامج كده بالصدفة. أبدا تفضل. ولكن أريد فتوى لبعض الأسئلة ده ممكن. أسئلة خاصة بموضوع حلقتنا أم أنها؟ لا لا لا، خارج الموضوع طبعا. ما هو السؤال إذا كان باختصار؟ والله
والله عندي أنا إمام مسجد إدارة حكومية، واستطعت أن أجمع كثير من الكتب في المكتبة. وأريد أن أخذ معي بعض الكتب للمكتبة في البيت، ما أدري يجوز ذلك. طيب في سؤال ثاني أخي أحمد؟ لا لا فقط. طيب شكرا جزيلا أخي أحمد، تسمع الإجابة من الشيخ إن شاء الله. شكرا أخي أحمد. في اتصال أخ مصطفى؟ طيب الشيخ خالد إذا كان بإمكان الإجابة بشكل سريع حتى نأتي على المحور الثالث. سؤال الأخ عبد العزيز، مسألة مبالغة الإنسان أو أحيانا انشغال الإنسان بالقبول أو أحيانا يكون هناك، يعني كيف يمكن الإنسان أن يوازن بين أنه يعني يمضي في العمل وكذلك أيضا أن يهتم بالقبول بس يعني لكن بالشكل المأمور به شرعا والشكل المقبول شرعا؟ يعني ما تعرض إليه الأخ عبد العزيز من قضية الوسواس، نعم، هذا مرض يعني يكتنف الأعمال سواء يعني قبل حدوثها أو أثناء حدوثها أو بعد حدوثها، نعم، وهذا علاجه في الاستعاذة بالله من الشيطان وأخذ الأسباب الشرعية في تجاوز الوساوس. فإذا عجز يراجع الأطباء. لكن يعني من صور الوسواس الوسواس فيما يتعلق بالوسواس في القبول، يعني قبول الأعمال أو صحة الأعمال أو ما إلى ذلك، فهذه منفصلة عن حديثنا. نحن نتكلم عن الحالة السوية للعامل، وأما خوف عدم القبول هذا ما سأتحدث عنه بعد قليل في الحالة الثالثة. طيب. أما ما يتصل ب سؤاله الآخر، سؤال الأخ أحمد كان يسأل عن، ربما هو خارج موضوع الحلقة، لكن كان يسأل عن أنه إمام مسجد في دائرة حكومية وأنه جمع عدد من الكتب ويريد أن يعني يأخذ بعض منها إلى البيت. لا لا يصلح هذا، إذا كان جمعها لهذا المكان فليس له أن يأخذها إلى بيته، لأنها يعني بذلت وصرفت أو وضعت في هذا المكان، فتكون من مصالحه ووقف تكون وقفا عليه، فلا يصرفها إلى غيره. طيب نرجع إلى حديثنا. إذا جهز الاتصالات شيخ حتى نحاول، طيب إلى أن تجهز نتحدث شيخ عن مسألة، إذا كان بالاختصار مسألة المحور الثالث شيخ بعد العمل، حال المسلم بعد الفراغ من العمل. طيب يعني حال المسلم كما ذكرنا العامل له ثلاث أحوال، حال قبل مباشرة العمل وهي استقباله، وحال مباشرة العمل وهي أثناء العمل، وحال بعد الفراغ من. حال بعد الفراغ من ينبغي أن ينظر الإنسان لعمله مهما كان متقنا أنه لا يخلو من قصور أو تقصير. لا يخلو من قصور، هذا شامل لكل الأعمال ولكل العاملين، فإن الجميع لا يبلغ حق الله تعالى، فكلنا صاحب قصور، لأن أعمالنا مهما بلغت إتقانا وإخلاصا صلاحا في الظاهر والباطن فهي لا تفي حق الله. ولذلك الله عز وجل قال لرسوله صلى الله وسلامه عليه، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، أمره بالاستغفار مع إخباره بإتيان الدعوة نتائجها من إقبال الناس أفواجا على دين الله عز وجل. ولم يكن هذا مجرد حدث لا مقدمة له، بل هو نتاج ما وفق الله تعالى إليه رسوله صلى الله عليه وسلم من البلاغ المبين والسعي الحثيث في الدعوة إلى الله وتحمل ما تحمله صلى الله وسلامه عليه في سبيل هداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور. مع هذا أمره بالاستغفار، لأن عمله مهما كان متقنا فإنه قليل في حق الله تعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على وجه صريح بين فيما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة، واعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمته. وانظر ما شرعه وسنه النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين في صلواتهم، فإن أهل الإسلام إذا فرغوا من الصلاة قالوا أول ما يشرع لهم من الذكر بعد الفراغ من الصلاة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. فاستغفار مع أنه خرج من عبادة وطاعة وخشوع وإقبال على الله، لكنه يستغفر، لأن هذه العبادة لو كانت أكمل ما يمكن أن تكون عليه،
في الظاهر والباطن في الخشوع واتباع السنة، إلا أن الإنسان يحتاج إلى أن يستغفر لأنها لا تفي الله حقه سبحانه وبحمده. وكذلك في الحج قد ذكر الله تعالى أعمال جليلة ومواقف عظيمة من مواقف الحجاج. قال تعالى في محكم كتابه: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس وإيش؟ واستغفروا الله. واستغفروا الله. يستغفرون الله من ماذا وهم قد وقفوا باكين وخاشعين وضاحين لله في ذلك الموقف العظيم؟ يستغفرون الله لأن العمل مهما كان متقنا فحق الله أعظم ما قدر الله حق قدره. إذن أول ما ينبغي أن يستحضره الإنسان في ما يتعلق بحاله الثالثة بعد الفراغ من العمل أن عمله قليل في حق الله تعالى، مهما كان متقنا مهما كان صالحا في الظاهر والباطن فحق الله أعظم. ولهذا يقول ابن القيم: لو أن أحدا قدم على الله عز وجل يوم القيامة بأعمال الثقلين، يعني بأعمال الصالحة لكل خلق الله من الإنس والجن، ما كان هذا مبلغا له الجنة لولا رحمة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فنسأل الله أن يرحمنا برحمته. هذا ملحظ مهم. الأمر الثاني، وهذا إذا حضر في قلب الإنسان كسر ما قد يدب إلى قلبه من رؤية العمل واستكثاره، كما قال تعالى: ولا تمنن تستكثر، فإنه لن يعجب بعمله ولن يستكثره ولن يستكثره، لأنه يعلم أن حق الله تعالى أعظم من أن يراه كثيرا في حق الله عز وجل. نعم. فينكسر في نفسه العجب وينكسر في نفسه رؤية هذا العمل. جميل. الأمر الثاني الذي ينبغي أن يستحضر الإنسان هو ما ذكرناه قبل قليل من حمد الله على التوفيق للطاعات، فإنها منا من الله عز وجل. يقول الله عز وجل مذكرا أهل الإيمان فيما تفضل عليهم من التمييز: كذلك كنتم من قبل، أي في ضلال مبين، فمن الله عليكم، أي بالهداية إلى الصراط المستقيم. ويقول تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم. وكل عامل بالطاعة موفق إليها فهو مصطفى من الله عز وجل. نعم. وهذا الاستفاء يستوجب حمدا وثناء. نعم. على الله تعالى. يقول الله جل وعلا في محكم كتابه: ثم اصطفينا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. نعم. بإذن الله. نعم. نسأل الله أن نكون اللهم منهم. آمين. ولعلها أيضا يعني نقطة مهمة ينبغي التذكير بها خاصة في مثل هذا الحديث، أن يعني أن يحذر الإنسان كما تفضلت من شيخ أن يعجب بعمله، خاصة إذا ما رأى بعض المقصرين حتى يعني يظن أنه هو الأوحد من بينهم ممن اصطفاه الله من بينهم، وبالتالي ربما يعني يبلغ به الحال إلى أن يعجب بنفسه وأن يراها فوق الآخرين، وهو لا يعلم ربما يكون هؤلاء الذين يعني رأهم أنهم أدنى منه هم أفضل أو يفضلون عند الله وهم أفضل منه سبحانه عند الله سبحانه وتعالى. وهذه نقطة وملمح مهم جدا يعني ينبغي أن نذكر به. إذا كان بالإمكان الشيخ نأخذ اتصالين من المستمعين. سؤال تفضل الأخ محمد بن مسعود، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله، حياك الله. حياكم الله، أهلا ومرحبا. في الحقيقة احنا اليوم كان عندنا برنامج في هاتفنا هذه المفضلة عن المعلمين في أنفاس الصباح. نعم. فمن باب الشكر ومن باب التطبيق العملي وأيضا من باب إدخال السرور، فأشكر شيخي وأستاذي أستاذ دكتور خالد المصلح، جزاك الله خير. أنا أحد تلاميذه يعني، حتى الحمد لله جلست إليه بحمد الله الحمد لله. فأشكرهم شكرا جزيلا، شكر الله لهم وغفر. وأما مشاركتي أو سؤالي من يعني تأثم بهدهد، ففضيلة الشيخ ذكر الحديث الذي كتب له حسنة كاملة إذا هم. أما بالنسبة للمعصية يعني كتب إذا عمل كتب له معصية، ما في ذكر سبحان الله يعني شيء عجيب، ما في سيئة كاملة.
والآية إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. جزاك الله خير. شكرا جزيلا أخي محمد، بارك الله فيك. الاتصال الثاني من أم غدي، تفضل أم غدي. أهلا وسهلا فيكم والسلام عليكم ورحمة السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. أنا باختصار هوني في أعمال عامة فيها تنافس، بتكون بنكون فيها مخلصين لوجه الله خالية من المنة. طيب احنا مثل ما هو معروف في صدد استقبال المدارس احنا مجموعة امهات عددنا 32. طيب بنفتش على بعض الاسر اللي نقضي لهم اغراض المدارس محتاجين. ايه ومن العمل الثاني احنا اخذنا تصريح من ادارة المدرسة ان بننظف، كل وحدة بتجيب عاملتها معها بننظف المدرسة قبل تنفتح. نعم. طيب وهيدا العمل احنا ناوينه خالص يعني. نعم. مخلص لوجه الله. نعم. لكن في بعض الاقوال حوالينا انتوا بدكم تتميزوا انتوا، انا صار عندي شككم في النوايا. صحيح. ايه في اللبس، هل هو الرياء؟ انا قربت من الرياء. نعم. او هيك. طيب. ما بعرف. ان شاء الله الشيخ يجيب على سؤالك. شكرا لك ام غدي على طرح هذه النقطة. الشيخ خالد، يعني عندما يطرح مثل هذا الأمر، يعني هذه الأعمال أحيانا تكون تنافسية كما ذكرت الأخت أم غدي، وربما سامي الشيخ تسمح لي بس نستكمل النقطة ونرجع. طيب. تفضل تفضل الشيخ، يعني جعلها وقت كافي ونأتي عليها. طيب تفضل. احنا تحدثنا فيما يتعلق بالحالة الثالثة. نعم. حال الإنسان بعد العمل. نعم. أن يعني ينظر العمل بنوع من عدم الاستكثار حتى لا يفضي الى الانقطاع او الى الاعجاب بالعمل. ان يستغفر الله عز وجل لقصوره او تقصيره، وان لا يعجب بعمله. وايضا هنا ملحظ مهم هو فيما يتعلق بسؤال الله القبول. هذه القضيه قضيه بالتاكيد انها مؤرقه للنفوس، وهو هل العمل مقبول أو لا. السؤال ينبغي أن لا يكون في آخر العمل، بل ينبغي أن يكون من أول الشروع فيه بالنظر إلى النوايا والمقاصد. ولذلك الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل يبتغي الأجر والذكر. فالسؤال ينبغي أن يكون في أول أمر وأن يعتني به من أول الحال، وهو توافر أسباب القبول. القبول نتيجة لمقدمة أشار الله تعالى إليها إجمالا في قوله إنما يتقبل الله من المتقين، وليس إنما يتقبل الله من العاملين. فكم من عامل لا يقبله الله عز وجل. نحن لا نعلم من المقبول من المردود، من المرضي عنه ممن لم يرضى عنه. مسألة قبول الدعاء، الدعاء يختلف عن العمل، فالدعاء ما من داع إلا ويرجع من الله تعالى بخير. لكن فيما يتعلق بالعمل ثمة حتى الدعاء لابد من توافر أسباب القبول، فالمعتدي في الدعاء لا يقبل الله دعاءه. ولذلك جاء في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ما من مسلم يدعو الله في غير إثم ولا قطيعة رحم، فاشترط أن لا يكون إثما ولا قطيعة رحم. وكذلك المتعجل في الدعاء لا يجيب الله دعاء. المقصود أن جميع الأعمال قبولها ليس محققا ولا مؤكدا، وأما الإجابة فالإجابة هذا منا وفضل من الله عز وجل. نحن نتحدث عن إنما نتحدث عن قبول الأعمال، هو هم ينبغي أن يعتني بالإنسان من أول عمله، وكذلك بعد الفراغ من عمله ينبغي أن يجد ويجتهد في سؤال الله القبول. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما فرغ من بناء البيت ورفع القواعد هو ابن إسماعيل، قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فالقبول هم لأهل الإحسان، وذلك أنه ليس ثمة ضمان للقبول، لكن ينبغي أن لا يدخل الإنسان الوسواس أو يتطرق إليه اليأس من روح الله أو سوء الظن بالله، بل يحسن الظن بالله ويرجو من الله تعالى. نعم. أن يكون من عباده المقبول. بعض الناس ربما يا شيخ يعني يقع أحيانا في بعض المعاصي بعد أن يفرغ مثلا من عبادة من العبادات،
كالحج مثلا، ونحن نعيش هذه الأيام، يعني الأيام التي تعقب أداء المناسك، ويظن بأن عمله غير مقبول لأنه وقع في هذه المعصية. تعليقكم يا شيخ على هذه الصورة؟ ليس بالضرورة أن يكون وقوع الإنسان في خطأ بعد عمل صالح أنه لم يقبل منه ما كان من عمل صالح. والعمل الصالح ما الذي توفرت فيه أسباب القبول مقبول، لكن لا يعني أن يعصم الإنسان بعد ذلك عن الخطأ. بالتأكيد أن الحسنة تجر أختها والسيئة تجر أختها، لكن الإنسان ليس معصوما، يفعل صالحا وقد يقع بعده في خطأ، والمطلوب هو لزوم التوبة والأوبة إلى الله تعالى وإصلاح العمل على وجه الدوام. ولهذا أكثر الله تعالى أبواب التوبة وصنوف المغفرة، ففي كل يوم اثنين تعرض الأعمال فيغفر الله تعالى لكل مسلم اثنين وخميس إلا مشرك أو مشاحن. يعني أبواب حط الخطايا كثيرة، ما في ساعة، يعني ما من ليلة إلا وفيها ساعة لا يسأل الله تعالى فيها عبد مؤمن الله شيء لا أعطاه الله إياه. من توضأ فأحسن وضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه إلا غفر الله تعالى بهما ما تقدم من ذنبه. الخيرات كثيرة، الوضوء يحث الله تعالى به الخطايا، الصلاة الخمس كفارات لما بينهن مجتنبة الكبائر، كل هذا يدل على أن الإنسان إذا فعل صالح لا يعني أن لا يقع في خطأ، لكن ينبغي أن يتحفظ الإنسان من الوقوع في خطأ، وإذا وقع في خطأ أن يبادر إلى التوبة إلى الله عز وجل. مما ينبغي أن يلاحظ فيما يتعلق بختم الأعمال، الفرح بفضل الله عز وجل وما من صالح العمل، فهذا من من مما ينبغي أن يمتلئ به القلب، وهذا مما يذهب عن القلب العجب أيضا. في مسألة أخيرة، أنه ينبغي ألا يذكر عمله إلا لما لا بد له منه، لأجل أن لا يقع في التسميع بعمله الصالح. بعض الناس إذا سوى عمل صالح، حج مثلا، ضحى، تصدق، صام، تجده يتحدث بها بمناسبة غير مناسبة، فعلت وسويت. ربما يا شيخ أحيانا يكون من ثقة بنفسه أنه لا يقصد أن الرياء أو التسميع بهذا العمل. هي المقاصد عند الله عز وجل. نحن نتكلم عن 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 الفعل في ذاته. بالتأكيد أن هذا الأخ الذي يتحدث عن صالح العمل، إذا لم يكن له مصلحة ولا له غرض وهدف من هذا الخبر، أن هذا عرضة لإفساد العمل. أنا لا أقول كل من تحدث عن عمله يسمع، لأنه هذا شيء يتعلق بالقلب، لكن الله بصير. لكن كل عمل تستطيع أن تخفيه فحرص على ألا يظهر. بعض الناس شيخ يقع في العكس، يعني ربما يسأل فيكذب حتى لا يعني يحدث بعمله، هل هذا جائز يا شيخ؟ يعني إذا كان في ذلك، أحيانا بعض الناس يعني يسأل فيما لا فائدة منه، فإذا ورع الكذب الصريح ينبغي تجنبه، لكن لو تهرب من الإجابة بترك الجواب أو ما إلى ذلك. هذا أكثر سؤال الشيخ تداول، هل حجيت فعلا؟ رأك مثلا حالق شعر الرأس مثلا، يقول الحجيت وكذا، يعني يوري مثلا، يعني لا، يعني مثل هذه الأعمال الظاهرة. يعني ما أعمال، يعني لو شوف شخص طالع من المسجد أقول له صليت، بيقول لي صليت طبعا، ما يقول والله لا داخل أنا أسوي أبحث عن فلان. يعني هذه أعمال ظاهرة بطبيعتها. لكن لا، شخص يعني لنفرض أنه مثلا ما حلق، إنما قصر وجامع، أو حتى حلق يعني، وقد يكون حلاق معتاد، يقول أنا السنة فعلت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع الله به، والتسميع آفة بعد الفراغ من العمل في الغالب، قد تكون أثناء العمل فيما يعني. يا أخي الآن تجد كثير من الناس يحرص على نقل وقائع العبادة التي يماشرها بالصوت والصورة في التصاوير هذه يا شيخ. وهذا واضح يعني في كثير من المشتغلين في المناسك وفي الأعمال الصالحة وفي مجامع الخير، إنه يعني التصوير يأخذ حيزا كبير، التصوير سواء تصوير فوتوغرافي ثابت أو نقل مباشر أحيانا، وهو يطوف ويسعى، ويعني قد يريد أن يدخل السرور على أمه، على قد يكون هناك أمور أخرى، لكن كون هذا يكون سمة حاضرة في العمل، يعني يخشى أن يكون
هذا مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، من سمع الله به ومن رأى الله به. نعم. فينبغي الاقتصاد والاقتصار على القدر الذي يخرج الإنسان عن إفساد عمله. جميل. وقد ذكر الحسن البصري قال إن أقواما يبلغ أحدهم من الطاعة مبلغا عظيما لا يعلم به، وإن أقواما يفتح الله عليهم فيحفظون القرآن ولا يعلم بهم، وإن أقواما يدركون من العلم شيئا كثيرا فلا يشعر بهم، وإن أقواما هم أحرص على ستر صالح عملهم من يعني حرص كحرصهم على ستر ما يكون من سيء عملهم. وأنا أقول هذا يعني ينبغي أن يلاحظه الإنسان، يعني نحن إذا وقعنا في خطأ هل نذهب نتكلم به؟ لا، يستوي الإنسان أننا نحرص على ستره، بل يعني نجتهد في أن لا يطلع علينا، وهذا طيب وهذا مطلوب أن يستتر الإنسان وأن لا يجاهر، لكن كما نعامل السيئات في الستر لأجل أن لا تنقص مكانتنا أو لأجل أن لا نجاهر، فكذلك في الحسنات التي لا حاجة إلى إظهارها وليست من طبيعتها الظهور. هذه أمور يعني في الجملة، حتى يعني نستخلص ما تحدث أو نلخص ما تحدثنا عنه، هذه حال العامل قبل عمله وأثناء عمله وبعد عمله. أسأل الله أن يجعلنا وياكم المقبولين. مسألة إظهار العمل ربما يا شيخ يستثنى منها إذا كان العمل يعني ظاهرا، كان يكون هناك حث كالعمالة التنافسية أو هذه الأعمال التي أحيانا تكون ظاهرة، ربما بعض الناس يتهم بأنه يعني يبحث عن الأضواء أو كذا. يا أخي هو شوف، ليس لأحد أن يتحدث عن شخص بأنه مرائن أو عن يدخل في مقاصد الناس. هذا من أصعب ما يكون. الله عز وجل ما أمرنا بأن نقتب عن قلوب الناس ولا عن صدورهم، بل إن رجلا جاء وظاهر حاله السوء، فقال قال عند النبي قولا من أقوال أهل النفاق، فقال خالد دعني أضرب عنقه يا رسول الله. قال لعله أن يكون من المصلين، الصلاة عمل صالح. قال يا رسول الله كم من مصل يقول بلسانه أن يظهر من حاله ما ليس في قلبه، فبماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق عن بطونهم. وهذه قضية ينبغي أن تحضر، أنه ليس لأحد أن يحكم، حتى لو جاء أحد وأظهر عمله الصالح أو تكلم به، ليس لأحد أن يقول هذا مرائي، الرياء أمره إلى الله بين الإنسان وربه، وليس لأحد أن يتحدث عنه. جزاكم الله خير. الذي ينافس في العمل الصالح لا يكترث بالناس. يعني الوقت يمضي ولا يفكر فيه. صحيح، يمضي ولا يفكر في الحديث. ينبغي أن لا يشغله هذا ولا أن يقعده عن عمل الصالح. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، وجزاكم خيرا على ما تفضلتم به في هذا اللقاء. شكرا لكم فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة في جامعة القصيم، المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في منطقة القصيم. والشكر موصول أيضا إلى المستمعين والمستمعات الذين كانوا معنا عبر هذه الساعة. لقاؤنا يتجدد بكم بإذنه تعالى في تمام الثانية ظهرا من يوم الأحد المقبل. حتى ذلكم الحين تقبلوا تحياتي محدثكم عبد الله الداني ومنفذ هذه الحلقة على هواء زميلي مصطفى الصحفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كيف نحقق الغاية من الوجود؟ كيف نعبد الله عز وجل؟ الدين والحياة، برنامج نتناول فيه قضايا تطيب بها الحياة وتسعد بها النفوس وتتحقق بها الغاية من الوجود. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الأحد عند الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل. إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.